في تونس نفس الشيء، الحركة السياسية كما أراها في سوريا تتجه إلى نفس الشيء، وهكذا. إذا أضفنا إلى هذا أن حزب الأغلبية في تركيا إسلامي، وأن إيران دولة إسلامية، وأن السعودية أيضا ذات إطار مفاهيمي إسلامي، وأن العراق ليس بعيدا عن هذا الحكم في العراق على الأقل، شوفوا قد إيه المساحة التي تغطيها الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط. وده مسألة ليست بسيطة، يعني ما هياش قماشة زي ما بيقولوا بالإنجليزي تو فولد أو تو أنفولد، تطويها أو تفردها، لا، ده تطور عميق جدا. والحكم النتيجة هي حسن إدارة الحكم، واثنين النجاح في إحداث التقدم، وثلاثة البعد عن سياسات المغامرات والكلام الكبير اللي ما بيجيش لشيء. حسن إدارة الحكم أي حكم القانون، أي الديمقراطية وتداول السلطة، أي أن هناك دستور يحترم، أي أن تكون هناك سياسة اقتصادية تتعامل بها الحكومات مع الأوضاع الاقتصادية القائمة، مثل ما هو الوضع في مصر أن العدو الرئيسي والأساسي هو الفقر، ولا يوجد اختيار عدو آخر حتى تتحول إليه الأنظار، هو الفقر، ولا بد من أن يكون هناك توجه رئيسي حاسم لعلاج موضوع الفقر. هل ده ممكن عمله في دولة لوحدها؟ هنا أنا أطالب بنظام إقليمي جديد عربي وإقليمي في المنطقة. هذا النظام ضروري أنه يحل محل النظام القديم اللي كان معظمه سياسي وأمني. النظام الجديد يجب أن يكون نظام قائم على التعاون الاقتصادي، قائم على احترام حقوق القانون وحقوق الإنسان، وقائم أيضا على الفكر الجديد، على أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين. وهنا لي ملاحظة أنه لا يجب أن نربط بالضرورة ودائما بين أسلمة الحكم وتطرف الحكم. الأسلمة شيء والتطرف شيء آخر، لأن هناك إسلام معتدل فاهم يستطيع أن يدرك أننا جزء من العالم، وأننا جزء من أصحاب المصلحة في العالم. العالم ده مش اثنين هم ونحن، العالم ده نحن جميعا، نحن لنا ثقافتنا ولنا تراثنا، إنما في نفس الوقت إحنا لماذا نحكم ونوجه من الآخرين؟ نحن نستطيع أن نكون شركاء. من هنا أرى أن السنوات القادمة ستكون سنوات تفاعل صعبة. ليه؟ لأننا نعيد بناء منطقة الشرق الأوسط، نعيد بناء العالم العربي. الهدم سهل، أما إعادة البناء فتتطلب الكثير جدا من العمل، من الاستثمارات، من التعاون، من المشاركة، من النظام الجديد والفكر الجديد الحقيقي. لأن إحنا أحيانا كل ما أجي أفكر في استخدام لفظ استخدم من قبل، استخدم من قبل، إنما استخدم من قبل في الإطار الخاطئ والإطار الكاذب. الآن مع الثورات لابد أن نفعل هذا. هل نتفائل؟ هل نتشائم؟ أنا رأيي أنه من الضروري أن نتفائل، وأن نرفض التشاؤم، وأن نصر على أننا أولا نحن نعلم أسس ثقافتنا وقواعدها، سواء الثقافة العامة الدينية اللغوية زي دستور تونس، بيقول بشكل محترم جدا تونس دولة إسلامية لغتها العربية. وفيما عدا ذلك تونس منفتحة إلى أو سوف تنفتح، وأرجو أن يكون هذا هو الواقع يعني على العالم وعلى الاستثمارات وغيره، إنما التراث والأصل والهوية إحنا على وعي به، إنما لا يصح أن يكون قيد علينا.
خصوصا وده شيء عنصر مهم واساسي، ان اغلبيه الشعوب العربيه من الشباب، هم دول اللي هيتحركوا في العشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين سنة اللي جاية. هم دول اللي عليهم أن يقودوا هذه المنطقة في إطار تطور مختلف تماماً. وسنوات مقبلة هذا العنصر، عنصر الشباب الذي يعاني اليوم من نقص في التعليم وفي فرص العمل وفي فرص الحياة، هو ده اللي لابد